بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل شر وسوء. معكم الأستاذ محمد السعيد، معلم الاجتماعيات، ودرس جديد من دروس الاجتماعية. بإذن الله يا أبطال، هنتكلم اليوم عن الدرس 13، وهو بعنوان موقع وطني، وإن شاء الله أيضا هناخد الدرس 14، وهو بعنوان مناخ وطني. يعني هنتكلم عن مناخ وموقع المملكة العربية السعودية في هذا الدرس. نبدأ، بسم الله نبدأ كلامنا يا أحباب. هنتكلم الأول عن موقع المملكة. أي دولة في العالم يا أحباب لها نوعين من الموقع، موقع فلكي وموقع جغرافي. الموقع الفلكي هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، أما الموقع الجغرافي وهو موقع الدولة بالنسبة للعالم، بالنسبة للبحار والمحيطات والدول التي تحيط به. فما هو الموقع الفلكي للمملكة؟ ما هو الموقع الفلكي للمملكة؟ بداية يقصد به موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، مثل ما قلنا. فالمملكة تقع بين دائرتي عرض 16 و32 شمال خط الاستواء، شمال خط الاستواء، يعني بتمتد حوالي تقريبا 16 درجة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 34 و55 درجة شرق خط جرينتش اللي هو خط الطول الرئيسي. ماشي يا أحباب، يعني حوالي 21 خط طول. تعال ناظر الخريطة ونشوف هذه الخطوط الطولية، هذه خطوط الطول، والخطوط العرضية دي هي دوائر العرض. نكرر مرة ثانية، الموقع الفلكي نناظر هنا، تمتد المملكة بين دائرتي عرض 16 و32، 16 تحتها و32 شمال، يعني حوالي 16 درجة، وأيضا تمتد بين خطي طول 34 و55 شرق جرينتش، يعني حوالي 21 خط طول. ماشي يا أحباب، هذا الموقع الإيه؟ الفلكي. تعالوا نتكلم عن الموقع الجغرافي. ماذا يقصد بالموقع الجغرافي؟ يقصد به موقع المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم والدول المجاورة والمسطحات المائية، حيث تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة إيش يا شباب؟ من قارة آسيا، يحدها غربا البحر الإيش؟ الأحمر، وشرقا الخليج العربي، زائد مع الإمارات وقطر والبحرين تشترك في الحد الشرقي. طيب من جهة الشمال الكويت والأردن والعراق، ممتاز. أما من جهة الجنوب اليمن وعمان. ده الموقع الإيش؟ الجغرافي. كم تشغل المملكة العربية السعودية مساحة من شبه جزيرة العرب؟ ثلثي مساحة شبه جزيرة العرب يا شباب، تشغل المملكة ثلثي مساحة شبه جزيرة العرب. ماشي، يعني تقريبا تمتد المملكة العربية السعودية على مساحة 2 مليون كيلومتر، يبقى مساحة وطني الغالي 2 مليون كيلومتر مربع. طيب ترتيبها بالنسبة لدول العالم رقم 13 عالميا من حيث المساحة. طب بالنسبة للعالم الإسلامي رقم 3، كازاخستان، الجزائر، ثم المملكة. طب بالنسبة للدول العربية هي رقم 2،
أول دولة مساحة الجزائر، يليها المملكة العربية السعودية. هذا الموقع الجغرافي الرائع هل له أهمية وسمات؟ نعم، فما هي سمات الموقع الجغرافي للمملكة؟ عندنا سمات سياسية واقتصادية، عندنا سمات حضارية ودينية. فما هي السمات والخصائص السياسية والاقتصادية؟ ممتاز. واحد، تحتوي أراضي وطني على ثروات طبيعية ضخمة، فنجد المملكة بها ثاني أكبر احتياط نفط في العالم، وهي من أكثر الدول إنتاجاً للنفط. أيضاً من ميزات الموقع الجغرافي أن المملكة تقع بين قارات العالم الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا. أيضاً تشرف على بحار وخلجان مهمة، مسطحات بحرية مهمة، عندنا الخليج العربي، عندنا البحر الأحمر. ماشي يا أبطال، ده من أهم السمات السياسية. تعالوا نحل مع بعض هذا النشاط. تعد كازاخستان، دي دولة إسلامية وليست عربية يا شباب، تعد كازاخستان أكبر دول العالم الإسلامي مساحة، تليها الجزائر. فما مرتبة المملكة من حيث المساحة؟ نعم، المرتبة الثالثة. طيب تعالوا بقى نتكلم عن السمات الدينية والثقافية للموقع الجغرافي الوطني. ما شاء الله يا أحباب، على أرض وطني يوجد بيت الله الحرام اللي هو قبلة المسلمين في جميع دول العالم، أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وبالتالي نجد أنظار العالم الإسلامي تتجه إلى المملكة العربية السعودية. هذه السمات الدينية. تعالوا نشوف السمات الحضارية. أرض المملكة وشبه الجزيرة يا أحباب، على تلك الأراضي شهدت أكثر من 30 حضارة على مر التاريخ. أيضا المملكة تتوسط حضارات العالم القديم، عندنا حضارة الصين شرقا، حضارة الصين والهند شرقا، موجودة في جهة الشرق، حضارة الحبشة والحضارة الفرعونية غربا في مصر، وحضارة بابل في العراق شمالا. كذلك يوجد على أرض المملكة أول بيت وضع للناس وهو الكعبة المشرفة. هذه الخريطة بتوضح لنا الحضارات القديمة الموجودة على في شبه جزيرة العرب والمملكة العربية السعودية. لو جينا نحل هذه الأسئلة بناء على الخريطة، يستنتج الطلبة الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة. نناظر الحضارات الموجودة داخل المملكة، عندنا حضارة كندة اللي هي باللون الأخضر، عندنا حضارة اللي باللون اللي بالنور الضوء اللون الأخضر الفاتح، كندة، وعندنا حضارة المقر اللي هي باللون الأخضر الفاتح واللون الأخضر الغامق اللي هي حضارة كندة، وعندنا حضارة ثمود وعاد. حضارة ثمود وإيش؟ وعاد، أيضا دي موجودة داخل أراضي المملكة. طيب باء، يستنتج الطلبة الحضارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية. عندنا يا أحباب الحضارة اللي تحت ديت الكبيرة ذات الدائرة الكبيرة دي اسمها حضارة حمير، دي موجودة بين المملكة وبين اليمن. وعندنا أيضا حضارة قوم عاد أيضا بين المملكة واليمن. ماشي يا أحباب. وحضارة معين أيضا اللي هي الدائرة الحمراء اللي هي الصغيرة دي اسمها حضارة معين، دي موجودة أيضا بين المملكة واليمن. يبقى معين وكندة وعاد. تعالوا نتكلم عن مناخ المملكة. يعني ايه مناخ يا أحباب؟ يعني هي حالة الجو في منطقة معينة في فترة زمنية طويلة. صف لي مناخ المملكة صيفا وشتاء. بشكل عام يا أحباب هو حار صيفا بارد شتاء، وتهطل الأمطار في فصل الشتاء بكمية قليلة.
ماشي يا أحباب، ومناخ وطني يتصف بالتغير من منطقة لأخرى. إيه السبب؟ التضاريس يا شباب، التضاريس زائد المساحة، كبر المساحة أدى ذلك إلى اختلاف المناخ من منطقة إلى أخرى. تعال نصف المناطق المختلفة. طيب صف لي مناخ المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في المملكة، اللي هي منطقة أبها وعسير. وش مناخ يا أحباب؟ معتدل. إيش سبب إن هو معتدل؟ الارتفاع يا شباب. طيب منطقة الربع الخالي حار صيفا بارد شتاء، شديد الجفاف. ممتاز. طب المنطقة الوسطى اللي احنا فيها الآن، حار صيفا بارد شتاء وجاف. طب المنطقة الشمالية فوق عند الحدود الشمالية، حار صيفا بارد شتاء وكذلك جاف. طيب المناطق الساحلية القريبة من البحار والخليج، البحر الأحمر والخليج العربي، حار صيفا معتدل شتاء، إلا أن بتزيد في نسبة الرطوبة. يبقى بشكل عام مناخ المملكة هو مناخ صحراوي مداري، حار صيفا بارد شتاء مع قلة في الأمطار. هل المناخ يا أحباب في عوامل بتؤثر فيه؟ نعم، هناك الموقع، العامل الأول الموقع الفلكي، والعامل الثاني الموقع الجغرافي. إذا الموقع يؤثر في مناخ الدولة. إحنا لو جينا نشوف أثر الموقع الفلكي، يؤثر الموقع الفلكي في وطني المملكة العربية السعودية. ليش يا أستاذ يؤثر؟ لأن المملكة تقع ضمن الإقليم الصحراوي المداري الجاف. يعني إيه مداري جاف يا أستاذ؟ يعني حار صيفا بارد شتاء مع قلة في الأمطار. المنطقة دي يا أحباب اللي هو الإقليم الصحراوي المداري ده، بتهب عليه نوعين من الرياح، والنوعين من الرياح دول الجافة، الرياح التجارية الجافة في فصل الشتاء، والرياح القارية الجافة في فصل الصيف. ليش الرياح دي جافة يا أحباب؟ لأنها جاية من على يابس، ما هي جاية من على بحر، وبالتالي فهي جافة لا تسقط مطر. 2، تعامد الشمس. عادة الشمس بتتعامد على الأراضي الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان شمال، والمنطقة دي موجودة فيها المملكة، وبالتالي أجد المناخ إيش؟ حار لوقوع المملكة في المنطقة المدارية. نلاحظوا يا أحباب إن مدار السرطان ده خط، دائرة عرض بتمر في وسط المملكة بالضبط. يبقى إذن المملكة تقع في المنطقة المدارية، وبالتالي فمناخها حار. سؤال، هل الموقع الجغرافي يؤثر في مناخ وطني؟ نعم، اتساع المساحة وخلوها من الأنهار والبحيرات ساعد ذلك على زيادة نسبة الجفاف في معظم أراضي المملكة. 2، اتساع المساحة خلى تأثير الخليج العربي وتأثير البحر الأحمر تأثيرهم مقتصر على المناطق الساحلية بس، أما المناطق الداخلية ما المناطق السواحل البحرية أو المناطق البحرية ما لها تأثير عليه، يعني البحر ما له تأثير على المناطق الداخلية. 3، المرتفعات الغربية اللي هي جبال البحر الأحمر، هذه المرتفعات يا أحباب والصحاري الرملية منعت المؤثرات المناخية البحرية من التوغل ناحية الداخل أيضا. جبال واقفة كده كأنها حائط صد، لأن المؤثرات البحرية دي يا أحباب لو توغلت ناحية الداخل هتعمل على اعتدال المناخ، صح؟ وتقلل من درجة الحرارة بعض الشيء. نجد انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة، منطقة أبها وعسير والمناطق دي بتعتدل عليها درجة الحرارة بسبب الارتفاع. 5، ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على طول الساحل الغربي الجنوب الغربي في المملكة. ليش يا شباب؟
ساحل البحر الأحمر، ليش الحرارة فيه يعني مرتفعة نسبيا؟ لأنه منخفض، الأراضي هناك إيش يا أحباب؟ منخفضة، ووقوع بمحاذاة البحر الأحمر، فبالتالي بتهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الدفيئة عليه، فبالتالي درجة الحرارة هناك مرتفعة إيش؟ نسبيا. إذن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي له تأثير على مناخ المملكة العربية السعودية من حيث الحرارة ومن حيث سقوط الأمطار، لكن المناخ بشكل عام هو مناخ صحراوي قليل الأمطار شديد الحرارة صيفا بارد شتاء. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.